لكن اروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد، ومعاه لقاء مهم جدا مع احد النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عصام شلتوت. اتفضل يا كريم. كالعاده على اعلى مستوى، ويمكن ده اللي متعودين عليه طبعا من النادي الاهلي في تقديم اي مدير فني بيكون متواجد. بنتمنى طبعا لمستر مارسيل كولر كل التوفيق مع جهازه الفني، موسم هيكون شيق وصعب جدا، لكن كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع نقيدنا الرياضي الكبير طبعا الاستاذ عصام شلتوت اللي برحب بيه في البدايه. الحقيقه كلنا متفائلين وعندنا تفاؤل كبير جدا من الحاله اللي احنا شفناها، عنده حضور الحقيقه مستر مارسيل، كاريزما شفناها في لقطات بسيطه، لكن منتظرين نشوف على ارض الواقع التدريبات والروح الكبيره جدا. حطينا في الاجواء عصام. الحقيقه لازم الاول اقول ان اداره النادي الاهلي على العهد، ده كلام بقى مش بس في قناه الاهلي، في اي ميديا لازم تقول ده. كنا بنقول للجمهور المجموعه اللي بنشرف ان احنا قريبين من النادي، وده حقنا لما بنكون في الجزء الخاص يعني، انما قلنا لهم سنكون أول من يرصد أن النادي الأهلي بيقول للناس كلام غير قابل للتطبيق. أنتوا تصدقوا الجمهور كان بيرد عليا وعلى زملاء كتير مش ممكن مزيد من الثقة. صحيح الحكاية المرة دي كان فيها سيكوريتي، لأنه في الآخر لا الموضوع كبير، ولولا أنه بعد ربنا جمهوره ده حماه كابت صالح سليم رحمة الله في الأيام العظيمة اللي مرت ذكراه، ثم القناة زي تؤرخ لتاريخه، أنا بسميه الأهلي المعاصر. وعد فأوفى كابتن حسن، ثم كابتن حمود الخطيب، عائلة الأهلي، مجلس كل حد عنده ملف شغال عليه، أحلام قبل للتنفيذ، دون مديونيات، دون ضجيج. يعني أقول لك إيه أكتر من أن أنت في المستوى الرابع لفروعك، ثم حلم الاستاد، وأنا بقول للجمهور بس يعني ما هواش خبر رسمي، قريبا سيروا زي ماكيتا وحاجة إن شاء الله، رغم زخم يعني ما هو اقتصاد عالمي هابط يعني. وبالتالي النهاردة يقينا النادي الأهلي قدم منظومة يستعيد بها كل ما كان وكل ما صبر عليه مجلس الإدارة بجدية وباحترام وبوطنية، لأنه البلد لا تحتاج إلا إلى هدوء كامل. ده الكلام الذي كان يحاصر به النادي الأهلي، وكانت حلقة النار أنا بسميها كده بيقطعها مجلس الإدارة وجمهور النادي الأهلي، علشان ما حدش يزايد على النادي الأهلي. وبالتالي نقلة تانية خالص كما فعلها سابقا في سبعينات القرن الماضي مع كوتي، ثم مع مستر فايسا، ثم فريق الرديف قبل ما حد يعرفه مع محمود الجوهري رحمة الله. كل ده ينشأ معاه علاقة جديدة باتجاه إلى مدرب ستايل عالمي، وكان ربما يكون هناك حد عنده نمرتين زيادة، لكن طبعا عند الخمسة مليون أورو وستة مليون أورو لا زالت أحلام الأهلي تعيش، لكن لأنها منظومة اقتصادية ناجحة ما كانش ده وقته، لأنه لازم لما أدفع يبقى عندي إنكم، مش أدفع وخلاص ما حدش عارف فيه إيه وفين وإزاي. وبالتالي النهاردة أنا مش بس متفائل، أنا مفعم جدا، لأني كنت واحد من شهود العيان، واحد من الناس اللي صدرت الثقة، وقلت للناس أنا أول واحد سأعود معكم كده في صفوف الجماهير وأقول لهم يعني إيه، لكن ارتكزت على ما أطلق من مجلس الإدارة والكابتن حمود الخطيب أن لدينا ما يستحق التصحيح، دي ما حدش بيقولها بقى إلا النادي الأهلي والتصويب، ونعمل عليه، والناس هتشوف، وهتشوف إزاي في القطاع هيكون ميلاد نجوم كتيرة، وادي حلقة الشراء المفرغة اللي بتدور فيها كل الأندية وقفت في النادي الأهلي، إلا من نجوم تستحق الشعار، لا ومش بس كده، ووزنه ما يبقاش تقيل عليها كريم. وبالتالي النهاردة لازم تقول لجمهور النادي الأهلي افرح، انت أهلاوي، انت في حتة تانية خالص، لكن لديك التزام، انت المالك الحقيقي، اعمل سيكوريتي واقعد على باب العمارة اللي اسمها الأهلي واحرسها بنفسك. لا يستميلك مشكلة بين المدير الفني والأهلي، الرجل لم يعجبه نجيل الملعب، الرجل قال علشان بس الناس تفهم انه عايزه يبقى بوصات، بوصات يعني ملوش شواشي بالبلدي، تمام؟ لكنه مش هيدرب فرقة في أرضية تصيب لاعبته اللي هم رسماله، اللي هم بيجيبوا له بيزنسه، كلام بالعقل أصلا. وبالتالي مزيد من الالتزام هيساوي، والصبر معلش انا عارف الجمهور، واحنا قبل الجمهور وانت عارف كان نفسنا نعرف ونعرف ونعرف، لكن كان للسريه مزاج عام خلى النادي الاهلي يروح حته ثانيه. اعتقد يعني في الكوره بيقولوا ايه، جن برازيلي جاي النهارده، واعتقد ان في اثنين ثلاثه كمان الراجل هيفاضل بينهم، نقل الملف كاملا دي السيد كولر، الراجل اللي دخل النادي الاهلي وقال انه جه هنا لانه حابب يرجع الملاعب، جه هنا يقينا بعد ما عرف
تاريخ النادي اللي هو جاي له. جه هنا بعد ما سمع انه الناس دي لا تكتفي بالبطولات، هي تبحث عن البطولة التالية، وهي تهنئ بعضها البعض بالبطولة اللي بيسلموها في ملعب اي ايفنت. يعني عايز ايه تاني اكبر من كده وانت اهلاوي، ان تكون في عز وفخر، مش كبار يعني، مش كبر لا، لكن كبارة يا اخي. الناس بتحسب النادي الاهلي حتى على ما ولد بداخله، الا وهو انه الاهلي ده فوق جميع الاهلاويه دول. مين قال انه ده يكون مع وطن، مع شعب، مع اخرين يعني؟ الا يكفي انك انت ترصد انه في عالمنا العربي، في مربعنا الشرق اوسطي، الناس بتسميك الاول؟ هو ده بالارقام ولا هبه؟ ارجو ان جمهور النادي الاهلي لا يستفز، لا يهدر قيمه الوقت والجدال فيما لا شأن له. يا أخي اكتفي بأرقامك وقول اللي عايز غير كده حضرته يجيب أرقامه ويجي. لا أحد يتحدث معي عن عام وعامين ويدرك 100 عام كرة قدم مصرية على رأسها النادي الأهلي. أيا ما يكون حتى ما يطلق على النادي الأهلي أن هناك مساندة، حد يقول لنا بس المساندة دي حصلت إمتى؟ وحد يفكر الناس أنه كان هناك كبير اسمه كابتن حسن حمدي، كانت مؤسسته التي نفخر بها جميعا الأهرام، هي التي يعني تحمل كل معاني الإعلان والإعلام. الزمالك فاز مع دكتور كمال درويش بأربعة دوري وبطولة أفريقيا. إيه الجمال ده؟ إيه العظمة ده؟ الأهلي يسبق دائما. طب ده يزعل المنافسين في إيه؟ يلا يا سيدي دور واطلع وراه، مفيش أي مشكلة يا سيدي، اسبقه هيبارك لك، وهتلاقي باقة الورد الحمراء مغلفة. النهاردة باقة الورد الحمراء، وأنا متأكد سمعتها من كولر وأكدها محمود الخطيب، هي لجمهور النادي الأهلي على عظيم ما قدمه، وأنا بسميها كده من حماية للنادي الأهلي. حبيبك كريم، كل الشكر والتقدير الحقيقة لنقيدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. الكل متفائل الحقيقة، والكل بيحاول الفترة اللي جاية مساندة والدعم، وده اللي مطلوب من جمهور النادي الأهلي. ساند، دعم، أقف مع النادي الأهلي، أقف مع مجلس إدارة، أقف مع الجهاز الفني، لأن المرحلة اللي جاية محتاجة تكاتف كبير جدا. ويا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون موسم سعادة، نستعيد سلسلة الانتصارات ويبقى النادي الأهلي كالعادة على كل منصة التتويج.